ترجمة تاج الدين السبكي. الله. هو قاضي القضاة تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام يوسف بن موسى بن تمام السبكي الشافعي، ولد بالقاهرة عام لو كتاب طبقات الشافعي 10 مجلدات. أيوة، توفي عام 727 أو 737. اشتغل بالعلم على والده، وقرأ على الحافظ المزي ولازم الذهبي وتخرج به، وقد ذكره الذهبي في المعجم المختصر وأثنى عليه وقال ابن كثير: جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجري على قاض قبله، وحصل له من المناصب ما لم يحصل لأحد قبله، وكان له يد طولة في كل عام في كل علم من الفقه وحديث وأصول ونحو وقراءات وأدب وشعر وتاريخ، وانتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي في وقته، وكان ذا هيبة، وصنف الكثير من الكتب مثل طبقات الشافعية صح الكبرى، وجمع الجوامع في أصول الفقه وشرح الحاوي. توفي شهيدا بالطاعون في ذي الحجة سنة 771، ودفن بتربتهم في سفح قاسيون سوريا، هذه مو عام عن 44 سنة. يا بس الله وسلم. اي والله.